السلام عليكم. زيارة قصيرة لولد الشيخ إلى عدن حملت في مضامينها الحديث عما عرف بالخريطة السياسية التي تم تكرار الحديث عنها طويلا منذ أن أطل على السطح ما عرف بالحل السياسي الذي لم يأتي بحلول باستثناء ما يتم ترديده في الإعلام والبيانات الورقية. الزيارة التي لم تستغرق زمنا طويلا جرى خلالها لقاء رئاسي بالمبعوث الأممي بحضور ولد الشيخ، وكما جاء في وكالة سبأ وضع الرئيس هادي أمام المبعوث الأممي صورة موجزة تذكيرا وتأكيدا على رغبة الشعب اليمني وشرعيته الدستورية في تحقيق السلام وإرساء معالمه عبر مواقفهم الواضحة وتجاوبهم الدائم مع أسس ومنطلقات السلام المرتكزة على القرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 22/16 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وأشار الرئيس إلى ملاحظات الحكومة التي أبدتها تجاه مشروع خارطة الطريق والتي سلمت سلفا للمبعوث الأممي خلال زيارته السابقة لعدن، والتي تمثل خيارا جوهريا لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يحاول مناقشة التساؤلات التالية: وصول ولد الشيخ إلى عدن ومغادرته هل تأتي بجديد؟ وماذا عن اللقاء مع الرئاسة والحكومة والحديث عن التعديلات التي تم تسليمها له سلفا؟ وهل تصمم الحكومة على ضمانات دولية للدخول في مفاوضات مع الحوثيين؟ حول ذلك ستكون حلقة المساء اليمني، لكن بداية دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. إلى العاصمة المؤقتة عدن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للقاء الرئيس هادي ومسؤولين في الحكومة في محاولة جديدة لإنعاش المشاورات التي تعيش موتا سريريا منذ أشهر. زيارة خاطفة تحمل في مضامينها ما بات يعرف بالخارطة الأممية المعدلة التي لم يصح عنها حتى هذه اللحظة، غير أن تأكيد ولد الشيخ على حرص المجتمع الدولي بتحقيق السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وأبرزها القرار الأممي 2216 يشير إلى الإطار العام للزيارة. جولات المبعوث الأممي في هذا التوقيت كما يقول متابعون فقدت الاهتمام الواسع من قبل الرأي العام، إذا ما قورنت بالتحركات التي لها علاقة بمشاورات الكويت وما سبقها، والتي علق اليمنيون عليها آمالا واسعة بحل سياسي قبل أن تتنصل الميليشيا من كل الاتفاقات المبرمة. فيما تأخذ اللحظة العسكرية على الأرض منحا أكثر تأثيرا وأبلغ اهتماما، وقد باتت تستأثر بمتابعة الشارع اليمني المراقب لتطورات المعركة في الميدان وفي أكثر من جبهة، وهي تمضي في انتزاع الأرض من تحت أقدام الميليشيا، خصوصا عقب عودة الحكومة إلى عدن، الأمر الذي عزز حضور الدولة في أكثر من صعيد وأسهم إلى حد ما في حل إشكالات من بينها المرتبات والجرحى، ناهيك عن الحضور العسكري للجيش والمقاومة في كثير من المواقع، كما أن حركة اقتصادية لها أثرها بدأت في كل من مأربة وحضرموت. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة ينضم معنا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأستاذ فتحي بالأزرق من عدن. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولكافة مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية أستاذ فتحي، لو تحدثنا عن زيارة ولد الشيخ السريعة والعاجلة إلى عدن، برأيك ما الذي تحمله من دلالات؟ الحقيقة أن زيارة ولد الشيخ هذه المرة إلى عدن لم تأتي بأي جديد على المستوى الصعيد السياسي. ولد الشيخ منذ الزيارة الأخيرة التي زار فيها الرئيس هادي قبل حوالي شهر إلى عدن، لم تتغير خارطة السياسة بشكل مقبل. لم يطرح ولد الشيخ ولا الحوثيين ولا صالح أي مبادرة جديدة أو تأكيدات على أي تغيير على خارطة الحل السياسية التي طرحت قبل شهر كامل من اليوم. لذلك فأنا شخصيا أعتقد أن وصول ولد الشيخ إلى عدن اليوم لم يأتي بشيء جديد يمكن التعاطي معه إيجابا. هو وصل والتقى الرئيس هادي ولم يخرج الطرفان بأي حديث إلى الصحافة، لم يقول مثلا ما الذي تم مناقشته. الرئاسة أكدت في مجمل حديث عام عبر وكالة سبأ بأن الرئاسة أو إدارة الرئيس هادي أكدت بأن لا يمكن المساس بالمؤسسة الرئاسية، وهذا حديث سابق. أيضا حدثت عن موانع الحل السياسي في ظل الظروف الحالية. أنا شخصيا أرى بأن زيارة ولد الشيخ لم تأتي بأي جديد على الصعيد السياسي،
الرجل وصل وهو يحمل نفس الأجهزة السابقة، وغادر عدن خلال ساعة أو ساعتين منذ وصوله. لذلك أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك تغير حقيقي يمكن أن يدفع بعملية السلام قدما. ربما تحرك على الأرض عسكريا في المخا وباب المندب وجبهة نهم وبعض المواقع الأخرى في بيحان، ربما يحدث بعض التغيير أو الضغط على قوات المولي الحوثيين وصالح، لكن على الصعيد السياسي لا أعتقد أن هناك أي تغيير حقيقي. نحن بحاجة أو الحكومة الشرعية بحاجة إلى تأكيد حقيقي من قبل الحوثيين التزامهم إذن بهذه المبادرة، نعم، هم لم يعلنوا حتى اللحظة بأي التزام لهذه المبادرة. نعم، يعني هل تظن إذن أن الزيارة جاءت كأمر بروتوكولي، لم تجري خلالها أي تباحث حول أي قضايا مهمة؟ يعني هل يعقل أن أتى فقط ليكرر ما تم الحديث عنه وتم رفضه سابقا؟ هو الحقيقة لم يتغير شيء لكي أن نتابع كمحللين سياسيين أن هناك بعض التغيير أو بعض ما طرأ على الساحة السياسية. أنا شخصيا ربما أعتقد أن العملية السياسية ربما تتحرك اتصالا بما يحدث على الأرض في الجبهات. هناك تقدم كبير للشرعية في الكثير من الجبهات، هذا التقدم ربما تستغله الشرعية في مواجهة الحوثيين وقوات صالح للضغط عليهم للعودة إلى طاولة المفاوضات. هل تحدث ولد الشيخ مع الرئيس هادي بخصوص عودة المفاوضات والذهاب سويا مثل ما كان متفق عليه أن تذهب جميع الأطراف إلى الأردن؟ هذا ما ننتظر أن تسفر عنه الأيام القادمة، لكن حتى اللحظة الرئاسة لم تتحدث ولم تشير لا من قريب ولا من بعيد عن عودة وشفاء لهذه المفاوضات. نعم، يعني لكن هناك حديث عن بعض التعديلات التي تم تسليمها سلفا، يعني لم تطرح أي نقاشات حول هذه التعديلات؟ حتى اللحظة لم يتم الإعلان رسميا أن هناك تعديل حقيقي. التعديل الحقيقي المبادرة مثل ما تابعنا هي طرحت قبل أشهر عبر جون كيري حينما زار سلطنة عمان أو السعودية، ومن ثم جاء ولد الشيخ وأعلن بأن المساس بمؤسسة الرئاسة لن يحدث. هذا هو كان التعديل الوحيد الذي حدث خلال الأشهر الماضية، لكن اليوم نحن لم نسمع بأي تعديل آخر. الحوثيون أعلنوا في فترة سابقة بأنه أي تعديل على هذه المبادرة ربما لن يتعاطوا معه إيجابا، لكن على الواقع لا يوجد تعديل حقيقي يمكن الوقوف أمامه حاليا. أنا شخصيا أعتقد أنه إذا توجهت كل الأطراف إلى مفاوضات سياسية دون التزام حقيقي من قبل الحوثيين ونظام صالح، دون تأكيد رسمي بأنهم يقبلون مثلا بأن لا يتم المساس بالمؤسسة الرئاسية، أنا شخصيا أرى أنه هذه المفاوضات ربما تكون مصيرها الفشل مثل مفاوضات الكويت. الكل في اليمن يتفق اليوم بأن الحرب يجب أن تتوقف وأن كل الأطراف أنهكت بشكل كبير، لكن توجه كل الأطراف إلى مفاوضات سياسية يجب أن يكون مضمون، يجب أن يكون مدعوم بتعهدات دولية لإلزام الحوثيين، لإلزام نظام صالح بالتأكيد على أي مرجعية حقيقية للسلام، بالتأكيد على القبول على الأقل بخارطة ولد الشيخ المعدلة. هل سيقبل الحوثيون بخارطة ولد الشيخ المعدلة؟ هل سيتعاطون إيجابا؟ هذا السؤال ستجيب عنه زيارة ولد الشيخ القريبة إلى صنعاء. نعم، إذن أستاذ فتحي، في ظل كما تفضلت الحديث عن تقدم على الأرض على كافة المستويات وكافة الجبهات، هل تتوقع أن هذه الزيارة أتت من باب الإطمئنان على المستوى الذي وصلت إليه الشرعية، أو من باب جس النبض؟ إلى أي مدى يمكن أن تكون الشرعية يعني ما زالت متجاوبة مع الحل السياسي؟ الشرعية أثبتت أكثر من مرة وتحدثت على لسان الرئيس هادي وعلى لسان وزير الخارجية وعلى لسان رئيس الوزراء بأنها تجاوبت أكثر من مرة مع أي حل سياسي. دائما أكدت الحكومة الشرعية أنها مع الحل السياسي وأنها ستذهب بنية صادقة صوب أي مفاوضات. هذا هو ما أكدت عليه الشرعية أكثر من مرة وجددت عليه التأكيد أكثر من مرة أيضا، لكن السؤال هو هل ستستطيع مثلا الشرعية أن تنجح في استغلال المكاسب التي حققتها على الأرض مؤخرا؟ هي حققت مكاسب كبيرة في باب المندب، الحوثيين تراجعوا بشكل كبير إلى المخا وربما المخا تسقط خلال الأيام القادمة. كل هذه عوامل الضغط التي تحدث اليوم والتي هي في صالح الشرعية، يجب أن أنا شخصيا أرى أن الشرعية يجب أن تستغل هذه الأوضاع لصالحها، لكن المخاوف التي أنا شخصيا أرى أنها حقيقية، نحن نخاف أن
يسعى ولد الشيخ إلى إعادة الأمور إلى مربعها الأول، التقليل من حجم هذه الانتصارات التي تحققها الشرعية، إضعاف الشرعية كطرف مفاوض وهو يملك الكثير من القوة في الوقت الحالي. لذلك أنا شخصيا أرى أنه يجب على الحكومة الشرعية أن تستغل هذه الانتصارات التي حققتها في جميع هذه الجبهات لصالحها في طاولة المفاوضات إذا ما عقدت لاحقا، أو على الأقل أن تعزز شروط التفاوض خلال المرحلة المقبلة، أن تطرح ما تراه مناسبا طالما وهي تملك الكثير من التفوق أو ربما التفوق الجزئي في الوقت الحالي. لكن السؤال الأكثر هو كيف يمكن إقناع الطرف الآخر بالذهاب إلى هذه المفاوضات والجنوح نحو السلم؟ هذه الأسئلة يمكن أن تجيب عليها الزيارة التي يمكن لولد الشيخ أن يقوم بها إلى صنعاء. نعم، إذا سمح لنا أستاذ فتحي، ضمعنا عبر الهاتف اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي من مأرب. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذة. أهلا بك سيادة اللواء. أمام جولة ولد الشيخ الأخيرة للحل السياسي برأيك، وفي ظل تعنت أيضا الميليشيا لهذه الحلول، كيف يمكن الحديث عن حلول سياسية في ظل تعنت الميليشيا، وخاصة أن هذه الحلول دائما ما تظهر في ظل أي تقدم عسكري للجيش الوطني والمقاومة؟ شكرا لكم. أنا تابعت تصريحات ولد الشيخ أحمد، فيها جديد ويتحدث عن المرجعية الثلاثة، وهذا بالنسبة لنا احنا الدولة اليمنية موافقة عليها الدولة، ما فيش كلام. لكن هل هذه المرجعية الثلاث بترتيبها كما جاءت، سواء المبادرة الخليجية أو مخرجية الحوار الوطني أو قرار مجلس الأمن 2216، بالترتيب الذي صدرت به هذه المرجعية الثلاث ما فيش مشكلة، هذا أولا. ثانيا، ما هي الضمانات الدولية الأكيدة التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي والكبار على وجه الخصوص بأن هؤلاء سيلتزمون بالسلام وبهذه المرجعيات؟ ما الذي يضمن لنا بأن هذه المحادثات أو هذه الجولة الجديدة ليست أكثر من متنفس جديد للإنقلابيين وإجهاض الانتصارات القوات المسلحة في مختلف الجبهات؟ اليوم القوات المسلحة تنتصر في كل الجبهات، تنتصر في الساحل الغربي لتعز، وتنتصر في نهم. اليوم نهم شهدت انتصارات عسكرية ذات أهمية استراتيجية، تم السيطرة على مرتفعات رئيسية وجبال رئيسية ومناطق حاكمة في هذه المرة، وتم أسر عدد من الانقلابيين، وتم الاستيلاء على كميات كبيرة جدا من الأسلحة والذخائر، وكذلك الحال حدث اليوم في شبوة، وتم أسر عشرات من الانقلابيين ومعظمهم أطفال، وكذلك في الجوف تم أسر عدد كبير ومعظمهم أيضا أطفال. إذن الجيش الوطني، القوات المسلحة كما هو المصطلح الرسمي، ينتصر في كل الجبهات. هذه العملية ما نخشاه هو أن تكون مجرد وقت يلتقط فيها الانقلابيين أنفسهم ليعيدونا من جديد إلى الحرب. أما إن كانت العملية ستؤدي إلى سلام دائم ونهائي فيا مرحبا بها، يعني ليس لدينا مانع يعني. ونحن نتمنى طبعا أن لا تخذلنا القيادة السياسية بالموافقة على قرار لإيقاف وقف إطلاق النار لا يؤدي إلى نتيجة سلمية، لا يؤدي إلى سلام دائم. يعني هدنة ليست يعني لن تكون أكثر من وقت أو متنفس الانقلابين، نتمنى ونرجو هذا يعني. نعم، إذا سيادة اللواء، يعني هل تتفق مع الطرح يعني أن الدولة التي تعرضت للاختطاف بعملية عسكرية لن تعود إلا بعملية عسكرية أيضا، ولا يمكن استعادتها إلا بالسلاح، أم أنك يعني إذا ما وجد حل سياسي فلا بأس به؟ تجاربنا مع الانقلابيين تقول أنهم يعني لا يريدون السلام، لن ينصحوا له، وأنهم لا يريدون الشراكة، ولا يريدون حكومة وطنية، ولا يريدون عودة الدولة الشرعية ومؤسساتها، وأنهم يريدون السلطة خالصة مخلصة لهم. هذه التجارب تقول لنا هكذا. نتمنى أن نكون مخطئين، نتمنى أن يخيب ظنهم فينا يعني. نعم. لتكون أخطاء يعني توقعاتنا خاطئة. لا أحد يرفض السلام، من يريد القتال إلا ناقص العقل يعني. نريد السلام، ولكن السلام الذي يؤدي إلى استعادة الدولة ومؤسساتها وشرعيتها وعودة حالة التعايش في المجتمع اليمني، حالة التعايش المعروفة، حالة السلام الاجتماعي، حالة الشراكة في السلطة والثروة،
الوضع الاجتماعي الطبيعي الذي كنا نعيشه قبيل الانقلاب يعني. هذا لا نرفضه بأي وسيلة يعني. نعم. هذا اصلا ما نناضل او ما تناضل الدوله من اجله. رئيس الدوله والدوله الشرعيه بشكل عام حددت هدف استراتيجي وهو استعاده الدوله الشرعيه باحدى وسيلتين. الاولى رقم واحد، الخيار رقم واحد هو السلام باي وسيله، والخيار الثاني هو القتال في الميدان. نعم. اذا يعني برايك سياده اللواء، طبيعه المعارك الدائره على الارض في الجبال والسواحل الان، يعني هل ستفصح عن الفتره القادمه في المشهد العام؟ هل يمكن ان تغير يعني اوراق الطاوله تماما وتقلب المشهد؟ هي الان تغير هذه المعادله، هي الان تكسب الدوله الشرعيه اوراق قويه. يعني ما حصل في الجوف وما يحصل الان في المنطقه الشماليه في السواحل الغربيه من تعز كلها انتصارات ذات اهميه استراتيجيه، وقريبا قريبا قريبا ستتم السيطره. نعم. على الانقلابيين وسيكون معاصر. طبعا هذه العمليات ذات الاهميه الاستراتيجيه تشكل اوراق او مكاسب قويه للدوله الشرعيه بلا شك. نعم. إذن شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ فتحي. أستاذ فتحي، استمعت لحديث اللواء محسن خسروف، تجارب الجيش الوطني والشرعية مع هذه الميليشيا تجارب عديدة ومريرة، هي لا تجنح للسلم أبدا، لكن في ظل الحديث عن هذا السلام أستاذ فتحي، هل يمكن أن يتحقق يعني إذا ما حدثت بعض التعديلات على خارطة للشيخ؟ الحقيقة أن الحوثيين حينما انقلبوا على السلطة في العام 2014 كانوا العام 2015 كانوا يريدون السيطرة على اليمن بشكل عام وإقصاء الأطراف الأخرى بالتعاون مع نظام صالح، لكن هذا لم يحدث خلال الفترة الماضية، وتأكد لهم بالمطلق بأن اليمن لا يمكن لطرف معين أن يحكم اليمن وحيدا. باتت قناعة تامة لدى كل الأطراف بأن اليمن لن تحكم من قبل طرف معين، وإنما سيتشارك الجميع في إدارة هذا البلد. لا. لكن في المقابل الحكومة الشرعية هي جنحت للسلم أكثر من مرة، وذهبت صوب مفاوضات الكويت وقبلها مفاوضات جنيف، وكل التجارب السلام السابقة مع الحوثيين أثبتت فشلها. ربما كانوا الحوثيون خلال الفترة الماضية وخلال تجارب السلام هذه أكثر قوة وأكثر حضورا من الحكومة الشرعية، لكن المعادلة السياسية والعسكرية هي اختلت وباتت لصالح الحكومة الشرعية في الوقت الحالي. الحوثيون يواجهون نذر ثورة شعبية في المناطق التي يسيطرون عليها. كل هذه العوامل المجتمعة أنا شخصيا أرى أنها ربما تساهم إذا استغلتها الحكومة الشرعية بشكل صحيح، إذا استغلها التحالف بشكل صحيح في دفع الحوثيين ونظام صالح صوب تسوية سياسية طبعا يجبرون عليها. لكن المخاوف هي التي تسود كل الأطراف، ماذا لو اتجه الجميع صوب مفاوضات سياسية ومن ثم الحوثيين أخلوا بهذه المفاوضات؟ هذا طبعا سيؤثر بشكل كبير مثل ما قال الأستاذ محسن خسروف، سيؤثر بشكل كبير على سير المعارك في مناطق كثيرة مثل نهم وساحل ذباب ومناطق أخرى كثيرة. أستاذ فتحي، يعني عند هذه النقطة، يعني كيف تفسر الحديث أو ظهور الحديث عن الحلول السلمية كلما تقدم الجيش الوطني في أي منطقة، وكلما حرر منطقة كان تسيطر عليها ميليشيا الحوثي تبرز من جديد الأحاديث عن الحلول السلمية، رغم أننا فترة طويلة لم يتم الحديث عن أي زيارات أو حلول؟ أنا شخصيا صرت على اقتناع تام بأن هناك أطراف دولية تعزز سيطرة الحوثيين ونظام صالح على صنعاء وعلى أطراف مناطق كثيرة في اليمن. هذه الأطراف الدولية للأسف الشديد حينما تجد الحوثيين يتعرضون لمأزق وزنقة كبيرة يسارعون بتحريك الملف السياسي. إذا نظرنا خلال الفترات التي كان الحوثيين يسيطرون فيها على كثير من المناطق كان الحديث عن الحلول السياسية هو حديث قليل جدا وخافت، لكن حينما يضطر الحوثيون إلى الانكفاء والدفاع عن أنفسهم تتحرك العملية السياسية الدولية، وهذا يثير تساؤلات كبيرة. المجتمع الدولي مع من يقف؟ هل يقف مع الانقلابيين أم يقف مع الحكومة الشرعية التي يدعي علنا بأنه يقف إلى جانبها؟
كل نعم. هذه الأسئلة شخصيا أراها مثيرة للتساؤل. المجتمع الدولي لماذا يتعامل بهذا بالكيل بمكيالين؟ الكل في المجتمع الدولي أو أطراف كثيرة في المجتمع الدولي دائما ما تؤكد بأن الحكومة الشرعية هي الممثل الحقيقي لليمن، لكن حينما نقف أمام الكثير من الأحداث السياسية نجد أن هناك حالة من الضبابية في التعامل مع المشهد اليمني. لذلك نحن نطالب على الأقل، أو الحكومة الشرعية طالبت أكثر من مرة بوجود ما يلزم الحوثيون حقيقة بالذهاب إلى تسوية سياسية حقيقية. الناس في اليمن والحكومة الشرعية هي في من أوائل المتحدثين عن ضرورة وجود سلام حقيقي ودائم في اليمن. إذا ما ألزمت جماعة الحوثي، إذا ما ألزم النظام صالح بالقبول بتسوية سياسية حقيقية، فأنا شخصيا أعتقد أن الحرب لن تتوقف، وحتى وإن وصل الأطراف إلى التسوية السياسية دون إلزام حقيقي لهذه الأطراف فهم سينقلبون مثل ما انقلبوا على اتفاق السلم والشراكة، مثل ما انقلبوا على الكثير من الاتفاقات السياسية السابقة. لذلك فالمهم في اليمن ليس الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وإنما الذهاب إلى طاولة مفاوضات تحمل تأكيدات حقيقية، تحمل التزام حقيقي بالسلام لكل الأطراف في اليمن. إذن ينضم معنا الأستاذ مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. يجد ضيفنا عبر سكايب الأستاذ فتحي بالأزرق أن زيارة ولد الشيخ هذه المرة لم تحمل أي دلالة، لم تأتي بأي جديد. برأيك أنت لماذا أتى ولد الشيخ، وما الذي حملته زيارته إلى عدن؟ نعم، سياسي ودبلوماسي كبير يقوم به ولد الشيخ أحمد الأيام الماضية، ولا أعتقد أنه لم يحمل جديد، وكان لا يحمل جديد لما كان ذهب إلى عدن، لما كان ذهب إلى الدوحة إلى مسقط. ولد الشيخ أحمد يحمل خارطة تحت أهمها هي النقطة التي تم الاختلاف عليها، وهي نقطة المؤسسة الرئاسية والمساس بالمؤسسة الرئاسية وبشرعية رئيس الجمهورية. بالتالي الحديث الآن عن خارطة طريق جديدة يحملها ويسعى خلال الفترة القليلة القادمة لعقد مشاورات جديدة بين الحكومة الشرعية وبين الانقلابيين، ويحمل أيضا نوع من الضمانات التي طلبتها الحكومة الشرعية والتي يتم الحديث عنها دائما من خلال حديث الحكومة وكذلك رئيس الجمهورية، أنه لا يمكن الدخول بأي مشاورات ما لم تكن هناك ضمانات جدية من قبل المجتمع الدولي وكذلك من قبل الأمم المتحدة. نعم أستاذ مختار، يعني الرئيس تحدث عن التعديلات التي قدمتها الحكومة لولد الشيخ سلفا، برأيك ما هي أبرز التعديلات التي تتوقعها أو التي يمكن أن تحدث في الخارطة؟ نعم، التعديلات هي طبعا عن مؤسسة الرئاسة والمساس بشرعية رئيس الجمهورية وكذلك نزع بعض الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية، طبعا هذه لا يمكن الحديث عنها، وتم أيضا تم تجاوزها وتم الانتقال إلى نقاط أخرى وهي تراتبية الحل في اليمن. الحكومة الشرعية مصرة على أن يكون الحل يبدأ أولا بالانسحابات وتسليم الأسلحة أو ما يسمى بالحل السياسي والحل العسكري والأمني، وبعد ذلك الانتقال إلى الحل السياسي والانتقال بعد ذلك لاختيار حكومة والدخول بحكومة شراكة وحدة وطنية، وهذا ما تم الاتفاق عليه. ولا يمكن تجاوز هذه المرجعيات، ولا يمكن تجاوز هذه النقاط. مشكلة اليمن هي مشكلة أمنية عسكرية، بعد ذلك يمكن نتحدث عن تشكيل حكومة، ويمكن أن نتحدث عن إنهاء الفترة الانتقالية والدخول إلى فترة دستورية جديدة. نعم أستاذ مختار، يعني فيما يتعلق بعلاقة بمسألة التوقيت كيف تقرأها أنت؟ يعني إذا ما تحدثنا عن أنها جاءت هذه الزيارة في ظل ركود سياسي وتحرك عسكري. هو بالفعل تغيرت الخارطة العسكرية وتم تقديم تنازلات، يعني كانت مبادرة جون كيري وكانت مبادرة إسماعيل الشيخ أحمد في المرة الماضية كانت مبادرة قاسية وحسبها الكثير أنها مع الطرف الآخر مع الانقلابيين، لأنه كانت هناك فترة ركود عسكري في الميدان، لكن في هذه الفترة هناك جبهات متقدمة في محافظة صعدة، هناك جبهات متقدمة في الساحل الغربي، هناك جبهات متقدمة أيضا في محافظة سعز وفي صرواع. بالتالي كلما تقدمت الحكومة خطوة للأمام في الجانب وكذلك في الجانب السياسي
يتم تقديم تنازلات من قبل الانقلابيين، نقل البنك المركزي، وجود رئيس الجمهورية، وجود نائب الرئيس، وجود رئيس الحكومة والحكومة في مدينة عدن وفي داخل اليمن، أيضا يعطي قوة ويعطي انطباع جيد لدى المجتمع الدولي، وأيضا يتم التعاطي مع ما يتم تقديمه من قبل الحكومة للأمم المتحدة وكذلك للمجتمع الدولي، أنها تنطلق من منطلقات القوة والوجود على أرض الواقع. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مختار رحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأستاذ فتحي أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ فتحي. أستاذ فتحي، لو تحدثنا عن يعني حديث ولد الشيخ الذي عاد ربما لتكرار أن الانطلاق سيكون من المرجعيات الثلاث، إذا يعني الخطة لم تكن مبنية على المرجعيات الثلاث، هل يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة في الخطة المقدمة أو المقترحة؟ الحقيقة أن الخطة هي في الأساس هي مبادرة كيري التي طرحت قبل أشهر، لكن هذه المبادرة خضعت لتعديلات كثيرة، ومن ثم تم مناقشة موضوع الملف الرئاسي. لكن الحوثيين حتى اللحظة، المهم في الأمر في العملية السياسية الحالية، هل الحوثيون وصالح أكدوا أو تحدثوا عن قبولهم بهذه الخطة وفق التعديلات الحالية؟ أنا شخصيا لم أسمع، والكل لم يسمع حتى اللحظة أي تأكيد من الحوثيين ونظام صالح بأنهم قبلوا بأي تعديلات على هذه الخطة. المهم في الأمر، أنا شخصيا ما أرى مهم في الأمر هو هل الطرف الآخر قاد في قبول هذه الخطة. الحكومة عقب التعديلات الأخيرة ليست التي طرحها ولد الشيخ اليوم، لا، أنا أتحدث عن زيارته الأخيرة، هو تحدث عن أن مؤسسة الرئاسة لن تمس، وأكدت الرئاسة أو الحكومة الشرعية حينها بأن العملية السياسية ستمضي قدما طالما أن مؤسسة الرئاسة لن تمس، وأنه سيتم الانتقال إلى مناقشة الملفات الأخرى وفق التراتيب التي وضعت. لذلك السؤال الأكثر أهمية هو هل الطرف الآخر الممثل بالحوثيين ونظام صالح يمكن أن يقبلوا بالمبادرة السياسية؟ نعم، عند هذا السؤال أستاذ فتحي، يعني ربما نسترجع أن الحكومة الشرعية وقعت على خطة مجلس الأمن في الكويت في محادثات الكويت ولم يتم توقيعها من قبل الطرف الآخر، يعني إن تم رفض هذه المبادرة مرة أخرى من قبل الحوثيين، وربما هذا متوقع من خلال المتابعين والمحللين السياسيين، ما الذي تتوقعه من ولد الشيخ من مجلس الأمن حيال كل هذه المبادرات التي تقابل بالرفض من قبل ميليشيا الحوثي وصالح؟ الحقيقة أن المجتمع الدولي للأسف الشديد يبدو عاجزا عن اتخاذ أي إجراء حقيقي ضد الحوثيين وضد نظام صالح، ولم يقوم بأي إجراء حقيقي، حتى قرار مجلس الأمن 2216 لم ينفذ بشكل صحيح، لم ينفذ بالمطلق. القرارات السابقة اتخذت ضد علي عبد الله صالح وضد نجله أحمد وضد أطراف كثيرة مشاركة في الانقلاب هي لم تنفذ. كل القرارات الأمومية التي صدرت بحق الحوثيين لم تنفذ أيضا. الحوثيون حتى اليوم هم يتسلمون سلاحهم من أطراف كثيرة، الحوثيين يمارسون كل الأشياء التي نصت على ضدها القرارات الأمومية السابقة. لذلك أنا شخصيا وكل المتابعين يرون أنه في حال ما ذهب ولد الشيخ إلى صنعاء وقبلت هذه المبادرة بالرفض من قبل الحوثيين، بأن المجتمع الدولي مطالب بممارسة ضغط أكبر، لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي يمارس نوع من المحاباة في هذا الاتجاه. شاهدنا خلال الأيام الماضية عدد من المسؤولين الدوليين بينهم مسؤولين في الأمم المتحدة يلتقون مع ممثلين من جماعة الحوثي. هنا شخصيا مثل هذه اللقاءات تثير الكثير من التساؤل، ما الذي يدفع منظمة دولية كالأمم المتحدة تعترف بشرعية الرئيس هذه أن تسمح للمسؤولين فيها بأن يلتقوا بممثلي جماعة انقلابية هم أساسا لا يمثلون اليمن ولا يمثلون الحكومة الشرعية في اليمن، لكن في المقابل الأمم المتحدة تصر على اللقاء بهم. هناك أيضا وفد ومسؤول بريطاني وصل إلى صنعاء والتقى بالمسؤولين. هذه التحركات نوعا ما تضعف
حقة الأمم المتحدة، تضعف حقة الممثلين الدوليين في التخاطب مع الحوثيين. الحوثيين ونظام صالح هم بحاجة إلى ضغط دولي حقيقي يلزمهم على الأقل بالسلام، أو يحثهم على السلام، أو يمارس نوع من الضغط. حينما سيتجه ولد الشيخ إلى صنعاء خلال الأيام القادمة، نحن نتمنى والكل يتمنى أنه تتعاطى هذه الأطراف الانقلابية مع مبادرة الحل بإيجابية، لأنه الوضع في اليمن للحقيقة صار صعب للغاية. الناس خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين باتوا يعيشون ظروف مأساوية صعبة، لذلك فالتوجه صوب السلام هو الخيار الأوحد للجميع. لكن السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا لو رفضوا هؤلاء كل المبادرة الحالية المطروحة مثل ما رفضوا المبادرات الأخرى؟ ما الذي يمكن للحكومة الشرعية أن تقوم به؟ الحكومة الشرعية هي رغم إمكانياتها شحيحة، رغم نقص الدعم، لكن هي تمارس الكثير من الضغط على الناحية العسكرية عبر الجبهات، لكن هي لن تستطيع وحيدة أن تواجه هذه الجماعة الانقلابية. المجتمع الدولي يجب أن يتحرك تحرك فاعل وحقيقي، يجب أن يتدخل لإنهاء الحرب بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وبالضغط على هذه العصابة الانقلابية لأجل إرقامها على الأقل بالقبول بالسلام، الخضوع لمنطقة السلام، لأن ما يحدث في اليمن للأسف الشديد صار صعب للغاية. الوضع الإنساني خصوصا في مناطق شمال اليمن التي تسيطر عليها الجماعة الانقلابية صار صعب للغاية. الكثير من التقارير الإنسانية والحقوقية تتحدث بأن الوضع الإنساني صعب، لكن هذه الجماعة للأسف الشديد هي لا تلتفت بالمطلق لما يحدث للناس في هذه المناطق. الناس إذن يعني هل نحن أستاذ لم يتسلم مرتباتهم؟ نعم أستاذ فتحي، هل نحن أمام المتغيرات يعني وفق المتغيرات الدولية والإقليمية، وأيضا في ظل تعنت الميليشيا الدائم، هل يمكن أن نقول أننا أمام فرص إهدار للحل السياسي، خاصة ونحن نجد التناقض الكبير بين القرارات الدولية وبين المصالح الدولية، وكيف أن يتم إصدار قرار دولي والعمل على نقيضه تماما؟ الحقيقة أنا شخصيا أعتقد أن الحرب ستستمر، لا خيار لدى اليمنيين سوى أن يستمروا في الحرب دفاعا عن الجمهورية، دفاعا عن الشرعية، دفاعا عن حقهم في الحياة والعيش واستعادة الدولة اليمنية المختطفة. لا خيار لدى الناس في حال ما رفضت هذه الجماعة الانقلابية الحل السياسي في اليمن، فإن لا خيار لدى الناس إلا أن تتواصل الحرب، رغم أن الخيار أساس الحرب خيار مرير ومرفوض و ليس منطقي اساسا ان تستمر الحرب. لكن ما الذي بيد اليمنيين بشكل عام ان يعملوا؟ هذه الجماعه رفضت الانصياع للحل السياسي في اليمن، لذلك لا حل طالما والمجتمع الدولي يتفرق ولا يتدخل بالشكل الحقيقي، فالناس مضطره هي اساسا ان تدافع عن نفسها. هي ناس هي لم تعتدي بالمطلق لا في تعز ولا في مارب ولا في اي مناطق اخرى، الناس هي تدافع عن وجود الدوله اليمنيه الحقيقيه، ولذلك تواصل الناس في كل الجبهات في كل هذه المناطق الصراع مع هذه العصابة حتى تستعيد الدولة، لكن ربما يطول الصراع، وهذا المؤسف والمؤلم أن هذا الصراع هو يتضرر منه اليمنيون بشكل عام، المدنيون بشكل خاص في كل المناطق هم الأكثر ضحية هذا الصراع. لذلك فالتحرك الدولي أنا شخصيا أراه بات ضروريا، أن تتدخل الدول بشكل عام، أن تتدخل مجلس الأمن، أن تتدخل حتى جامعة الدول العربية، أن تتدخل العالم أجمع لوقف هذه الحرب. نعم، إذا ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي وضاح الجليل من القاهرة. مساء الخير أستاذ وضاح. نور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا. برأيك أستاذ وضاح، بين الحل السياسي والحل العسكري، أين يمكن أن ترسي السفينة؟ من الواضح أن الحل السياسي الذي تأخر أكثر من عامين لن يأتي مجددا. كل ما يتم الآن من محاولات لإيجاد حل سياسي هو مجرد عبث، طالما وهناك من يقوم بتدليل ميليشيات الانقلابيين وهذه العصابة التي انقلبت على السلطة التوافقية في البلد وفرضت على اليمنيين هذه الحرب الطويلة والشاملة، وبالتالي إمكانية البحث عن حل سياسي يبدو بعيد المنال، ولا توجد فرصة لليمنيين للوصول إلى حل سياسي إلا بفرض واقع عسكري
ولكن أستاذ وضاح قد يقول يعني قد يتساءل أحدهم أيضا الحل العسكري له سنتان ولم يحقق يعني إلا القليل إنجازا للتعبير، ما زال يعني الحل السياسي يمشي بخطى متئدة مع الحل العسكري، لم يتقدم أحدهما على الآخر. هو في الحقيقة هناك خيارين أمام المجتمع اليمني والسلطة الشرعية في اليمن وأيضا المقاومة الشعبية وكافة أطياف المجتمع اليمني، وهي إما أن تقدم تنازلات للسلطة الانقلابية وهذه العصابة الانقلابية وبالتالي تقبل بوجودها في المستقبل، ما يعني عرقلة وعدم إمكانية قيام دولة عادلة لليمنيين، أو الاستمرار في الحل العسكري وإن طال أمده. لكن المشكلة هي تكمن في أن هناك ضغوط دولية وجهات أطراف دولية وإقليمية تمارس ضغوطا على المجتمع على السلطة الشرعية وعلى حتى على قيادة التحالف العربي لعرقلة الحل العسكري وعدم المضي فيه إلى النهاية. هذه العصابة الانقلابية ليست بتلك القوة العسكرية التي تتيح لها هذا الصمود، لكن هناك خلف الكواليس جهود وجهود دولية تبذل وأطراف تعمل على عرقلة الحل السياسي وعدم عفوا الحل العسكري وعدم تمكين اليمنيين من الحصول عليه. الحل السياسي هو يمكن أن يكون أفضل وأقل كلفة من الحل العسكري، لكنه إذا لم يكن ضامنا لإنهاء الانقلاب وإنهاء كافة مظاهره ونزع سلاح الميليشيات فإنه سيكون أكثر كلفة من استمرار الحرب، لأن هذه العصابة لم تسمح لليمنيين ببناء دولتهم بتحقيق العدالة والمساواة والحصول على ضمانات بعدم تكرار هذا الانقلاب وعدم عودة الاستبداد والتسلط عليه. نعم. إذن هل يعني تعتقد أن المتغيرات العسكرية على الأرض هي التي عليها أن تغير المشهد المتعلق بالقضية اليمنية؟ نعم، هذا هو ما يفترض أن يكون. السلطة الشرعية في اليمن بقواتها المسلحة وبالمقاومة الشعبية في اليمن يفترض أنها أن تستغل حالة الإرباك في المشهد الدولي، وخصوصا عملية نقص السلطة في الولايات المتحدة حاليا، وتحقق المزيد من التقدم العسكري وفرض واقع ميداني جديد يمكنها من المفاوضات بقوة أكثر ومن منطق غلبة في المستقبل. لكن عدم الإقدام على مثل هذه الخطوات سيجعل موقفها في المفاوضات القادمة المزمعة والتي يتحرك الآن وفقها المبعوث الأمين عبد الشيخ، سيجعل موقف اليمن السلطة الشرعية مساويا تقريبا لموقف الانقلابيين، وهذا لا يحقق شيء، لا سنحصل على حل سياسي عادل ولا أيضا سنحصل على حل عسكري يوفر لنا الضمان بعدم تكرار الانقلاب. نعم. إذا لماذا تأتي برأيك التحركات الدولية في هذا التوقيت، خاصة يعني وضيفنا مثلا عبر سكايب الأستاذ فتحي بالأزرق يقول أنها لم تأتي بأي جديد، ما دلالة التوقيت؟ هناك حصل تحرك أو حصل تغير ميداني في بعض الجبهات العسكرية خصوصا في محافظة تعز، حصل بعض التغير لصالح السلطة الشرعية والجيش الوطني. هذا ما يدفع دائما التغير، يدفع دائما الأطراف الإقليمية والدولية التي تحاول إنقاذ عصابة الانقلاب لبذل المزيد من الجهود لاحتواء هذا التطور الميداني وعدم تمكين السلطة الشرعية والجيش الوطني من حسم الأمور لصالحها أو أن يكون لها موقف أكثر قوة وسطوة في المفاوضات. وأيضا يعتقد أو يظن هؤلاء أن الإرباك الحاصل الآن في المشهد الدولي بسبب نقل السلطة في الولايات المتحدة وتغير الكثير من الملفات والكثير من التغيرات في عدد من دول المنطقة، يعتقدون أن هذا سيتيح للسلطة الشرعية والمقاومة الشعبية في اليمن لتحقيق المزيد من الانتصارات، ولذلك هم يسعون الى منع تحقيق هذه الانتصارات ومنع فرض واقع ميداني وعسكري جديد لصالح السلطه الشرعيه وضد سلطه الانقلاب. المعروف ان هذه القوى الدوليه هي تسعى لابقاء فتيل الازمات مشتعل في المنطقه من اجل ان يتيح لها المزيد من التدخل في شؤون شعوب المنطقه في المستقبل. نعم.
نعم، إذا فيما يتعلق باستجابة الطرف الآخر أستاذ الضاح، كيف يمكن يعني لطرف لم يتعاطى مع السياسة، لم يتعاطى مع أي حلول سياسية من قبل، لم يفي بأي التزامات وقع عليها من قبل، كيف يمكن له أن يستجيب للحلول السياسية؟ هو لم يستجيب لأي حل سياسي، هو فقط حاول أن يكسب المزيد من الوقت من وإضاعة الفرص للوصول إلى حل سياسي من أجل أن يتم القبول بانقلابه وبسلطته المفروضة بقوة السلاح على اليمنيين مستقبلا، وبالتالي تقاسم المشهد اليمني القادم وبقائه كشوكة في حلق اليمنيين ومستقبلهم وعدم تمكينهم من الحصول على دولة ضامنة لحقوقهم وحريتهم. كل ما سيفعله هذا الطرف الانقلابي هو لن يختلف عن ما فعله في المرة السابقة، سيقبل بالدخول في مفاوضات جديدة وسيقوم بالمراوغة والمراوحة في هذه المفاوضات وإضاعة الوقت وتشتيت الجهود وفرض ومحاولة فرض واقع عسكري جديد. لاحظنا أن هذا الطرف تأخر في إعلان حكومته الانقلابية فترة طويلة تقارب العام والنصف، ثم قام بالإعلان عنها برغم أنها لن تحظى بأي اعتراف دولي، لكن هذا يأتي ضمن سياسة فرض أمر واقع على الجميع، وبالتالي سيكون على الجميع داخليا وخارجيا مستقبلا التعاطي مع هذه الحكومة. هذا ما يفكر به الانقلابيون وما يسعون لتحقيقه وإنفاذه على أرض الواقع. يعتقدون أن طول نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ وضاح الجليل الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة أخيرة لك أستاذ فتحي. أستاذ فتحي، يعني هل برأيك تصمم الحكومة على ضمانات دولية للدخول في مفاوضات، خاصة وأن هناك حديث عن ضمانات عمانية عن الميليشيا بالالتزام بالحل السياسي، هل يمكن أن تقدم شيء الحديث عن مثل هذا الأمر عن ضمانات وغيره؟ هو الحقيقة أساسا لا بديل عن الضمانات الدولية. الحكومة قربت الاتفاقات السابقة مع الحوثيين خلال السنوات الماضية وفشلت كل التعهدات والتواقع، ومنها وثيقة السلم والشراكة والكثير من الاتفاقات السياسية الأخرى. إذن نحن أمام طرف محلي لا يمكن الوثوق فيه مطلقا، والواجب على الحكومة في حال ما ذهبت إلى تسوية سياسية أو مفاوضات أن تذهب إلى هذه التسوية والمفاوضات مضمونة أو ملحوقة بتأكيدات دولية أو تعهدات دولية بأن هذه الأطراف ستلتزم بالحل السياسي في حال ما توصل إليه. دون وجود ضامن دولي للحوثيين ونظام صالح لن يكون هناك أي سلام حقيقي في اليمن، دون أن يكون هناك طرف دولي يوقع إلى جانب توقيع الحوثيين كطرف ضامن لن يخضع هؤلاء إلى أي تسوية سياسية. وأنا أؤكد هنا عبر قناتكم الكريمة أن الحوثيين حتى وإن وقعوا وبضامن دولي فإنهم سيلقون إلى عرقلة الحلول السياسية، إلى الإغالة في التفاصيل الحل السياسي ومن ثم تفسيرها تفسيرات مختلفة، وسيشعبون الحل بشكل كبير لينقضون بشكل أو بآخر على أي تسوية سياسية. لذلك على الأقل في الحد الأدنى أن تذهب الحكومة الشرعية في حال أي تسوية سياسية مضمونة بتعهدات دولية تلزم هذه الأطراف الانقلابية على تنفيذ أي اتفاق في حال ما تم التوافق عليه. في نقطة مهمة أنا أود التأكيد عليها، أنه يجب على الحكومة أن تستغل أو لا تستغل، إنما تتنبه لحالة التغير الكبيرة ربما في الإدارة الأمريكية القادمة، ربما تكون الإدارة الأمريكية القادمة أسوأ حالا من الإدارة الأمريكية الحالية. لذلك الواجب على الحكومة أن تتعاطى بشكل أكثر مع المجتمع الدولي بشكل يطمئن المجتمع الدولي. هناك بعض الاختلالات الحقيقية التي يجب أن نتوقف عندها في أداء الحكومة الشرعية، ربما بعض الجماعات المسلحة هنا وهنا تثير قلق العالم. نعم. مطلوب من الحكومة أن تسعى بشكل أكبر لكسب تأييد هذه الدول، لكسب تأييد المجتمع الدولي بشكل أكبر، لتعزيز فرصة أو التأكيد بأنها هي الضامن الحقيقي لأي عملية سلام. نعم. الضامن الحقيقي لأي عملية تسوية سياسية في اليمن. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر سكايب من عدن. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.